سؤال: لماذا لم يختار السيد المسيح مرقس الرسول ضمن التلاميذ الاثني عشر مع انه من اوائل من امنوا به؟ مرقس الرسول كان صغير السن خالص، يعني كان شاب صغير غالبا اقل من العشرين من العمر يعني، ومع ذلك هو صار رسولا فيما بعد، واحنا بنسميه مرقس الرسول، لكن ما كانش من الاثني عشر. هو انجيلي، يعني كتب احد الاناجيل الاربعه، وانجيله هو اقدم الاناجيل، ويعتبر انجيل مركز اصغرهم في الحجم 16 الصحرز، ولكن مركز، وكتبوا للرومان وكتبوا بقوة، ويعتبر مرقس من الخمسين وليس من الاثني عشر.